بيت مونديريان كان رساماً هولندياً ومنظراً فنياً، يعتبر أحد أعظم فناني القرن العشرين. اشتهر بكونه أحد رواد الفن التجريدي في القرن العشرين، حيث غير اتجاهه الفني من الرسم التصويري إلى أسلوب الفن التجريدي تدريجياً، حتى وصل إلى نقطة تحولت فيها مفرداته الفنية إلى عناصر هندسية بسيطة. كان مونديريان أحد المساهمين في حركة ومجموعة دوستيل أي النمط التي شارك في تأسيسها مع ثيو فان دوسبيرغ. لقد طور شكلا غير تمثيلي أطلق عليه نيو بلاتيزم. كان هذا هو الفن التشكيلي النقي الجديد الذي كان يعتقد أنه ضروري لخلق جمال عالمي. للتعبير عن هذا، قرر مونديريان في النهاية تحديد مفردات لوحاته الرسمية إلى الألوان الثلاث الأساسية الأحمر والأصفر والأزرق، والدرجات الثلاث الرئيسية الأسود والأبيض والرمادي، والاتجاهين الرئيسيين الأفقي والرأسي. وفي الحديث عن أسلوب مونديريان في الرسم، أقدم لكم واحدة من روائعه التجريدية فيكتوري أوف بوغي ووغي أو انتصار بوغي ووغي، وهي آخر لوحة للفنان التجريدي بيت مونديريان. على الرغم من عدم اكتمالها، تتضمن اللوحة الطاقة الموسيقية الراقصة وموسيقى نيويورك، حيث كان مونديريان موجودا في تلك العام عام 1940. انتصار بوغي ووغي تعتبر أحد أعظم لوحات مونديريان لأنها تعرض اتجاها جديدا لفنه للألوان الأساسية والمخططة بدقة. تعكس فيكتوري أوف بوغي ووغي طاقة لوحته السابقة برودواي بوغي ووغي، والفرق الرئيسي بينهما الشكل المائل أو المعين للوحته فيكتوري أوف بوغي ووغي. تعتمد هذه القطعة على كتل الألوان الصغيرة المرئية في العمل الفني السابق، مما يضيف مستويات أصغر إلى الخطوط الهندسية التي تتقاطع مع القطعة. بدلاً من الطلاء، جرب مونديريان استخدام قطع صغيرة من السيلوفان وشريط ملون لإنشاء مربعات صغيرة، ولأول مرة لم تعد المساحات البيضاء تسيطر على لوحته القماشية أو الكانفاس، واستبدلت بخطوط مكونة من كتل ملونة ومتقاطعة مع مستطيلات من الأبيض والرمادي. التعددية هي الموضوع الرئيسي الذي تم تصويره في فيكتوري أوف بوغي ووغي. عند الحديث عن العمل الفني، قال مونديريان: كثير من الناس يقدرون في عملي السابق ما لم أرغب في التعبير عنه، ولكن تم إنتاجه من خلال عدم القدرة على التعبير عما أريد التعبير عنه. الحركة الديناميكية في حالة التوازن، صراع مستمر من أجل هذا البيان، جعلني أقرب. هذا ما أحاول القيام به في فيكتوري أوف بوغي ووغي.